بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلفون رحمهم الله، نفعنا الله بعلومهم وبكم. الفصل السادس في المعرف بالإضافة. قالوا: هو اسم أضيف إلى واحد من المعارف السابقة فاكتسب التعريف، نحو قلمك وقلم محمود وقلم ذلك وقلم الذي كتب وقلم الكاتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نحن وصلنا إلى الباب الخامس. الباب الخامس فيه المعارف المذكر والمؤنث، مر معنا. الباب السادس في النكرة والمعرفة. تكلمنا عن تقسيم الاسم إلى نكرة وإلى معرفة، طبعا استفضنا به وفيه شرحا. بعد ذلك انتقلنا إلى العلم، تحدثنا عن أنواعه. بعد ذلك انتقلنا إلى اسم الإشارة بذال مفرد مذكر الأشر بذي وذي تيتا على الأنثى القصير وزانتان للمسنى المرتفع وزينتين. طيب بعدين انتقلنا إلى الاسم الموصول، الفصل الرابع، أيضا هذا من الأسماء ومن المعارف. بعد ذلك انتقلنا إلى المحلى بأل وأنواعه. الآن نتحدث عن المعرف بالإضافة. المعرف بالإضافة هو اسم أضيف إلى واحد من هذه المعارف التي سبق ذكرها. فقال: هو اسم أضيف إلى واحد من المعارف السابقة. اكتسب التعريف من أين؟ من إضافته. فنحو قلمك، الضمائر من المعارف، قلمك. فكلمة قلم نكرة، لكنها اكتسبت التعريف من إضافتها إلى الضمير وهو الكاف هنا. قلم محمود، محمود علم، فاكتسب قلم المعرفة بإضافته إلى العلم وهو محمود. وقلم ذلك، طبعا ما كمل العبارة، قلم ذلك الرجل يصير بدل، لأنه قلم اكتسب نكرة، اكتسبت المعرفة بإضافتها إلى اسم الإشارة ذا، لأنه الكاف للخطاب. وقلم الذي كتب قلم نكرة، لكنها اكتسبت الإشارة بإضافتها إلى الاسم الموصول وهو الذي، والذي هو من المعارف. قال: وقلم الكاتب، أصل كلمة كاتب نكرة، عرفت بأل، محلى بأل، البحث اللي قبل هذا، عرفت بأل فاكتسبت المعرفة، فأضيف قلم إلى ما حلي بأل فصار قلم معرفة. قال: قلم الكاتب. واضح؟ طيب تفضل. الفصل السابع في المعرف بالنداء. كل هذا المعارف، يعني نحن نتكلم الآن في المعارف. قالوا: هو منادا قصد تعيينه فاكتسب التعريف كيا رجل ويا غلام. الكلمة هي نكرة لكنها اكتسبت التعريف من النداء، رجل، يا رجل، فكلمة رجل صارت معرفة بأي شيء؟ بالنداء. بالنداء. حتى هون الشيخ خالد له ملحوظة حلوة، يقول أنه العلماء يقولون بأن مثلا زيد معرفة بالعلمية، فقال: عندما ناديت زيدا فحينئذ سلبت العلمية منه، ويعني وتعرف، صار معرفا بأي، هكذا يقول النحاة، صار معرفا بالنداء. فيا تعرف الاسم الذي أنادي. يقول الشيخ هذا تكلف، يعني هذول بين الكبار ما لنا شغل نحن. حقرأ لكم. قال الشيخ خالد: النحويون يتكلفون فيقولون بأن العلم كمحمد وزيد بالنداء يستفيد التعريف، إذ يسلبونه التعريف ويكسبونه التعريف من جديد بالنداء. قال: هذا تكلف. أنا أنقل لكم الفكرة فقط من أجل يعني أنها يعني طرق تطرق إليها أهل العلم. على أي حال، النداء يفيد
التعريف. هذا نداء أقوى من العالمية في الحالة. لا هن هو علم، لكن لما ناديته كأنه سلب من العلم من التع من العالمية التعريف سلب من التعريف ثم اكتسب التعريف بالنداء. هي ممكن تجي للامتحان. انتبهنا يعني هذا. بماذا عرف زيد بيا زيد بالعالمية؟ بالعالمية؟ كمل شيخي؟ بالعالمية. خلاص بس هي لحتى ضبط الكزلو. خلصت الفصول مرة. وين الإضاءة؟ نعم حكينا ضلنا ضعيف. سكرنا برا محمود. طيب نشوف في شيء. خالد الجباوي. الجباوي. شيخ ولا شيخ محمد. طيب اقرأ الباب السابع. الباب السابع. الآن انتهينا من فصول المعارف. نعم. بالفصل السابع. وانتقلنا إلى باب جديد في الأسماء وهو الباب السابع تقسيم الاسم. إلى منون وإلى غير منون. الباب السابع تقسيم الاسم إلى منون وغير منون. قالوا ينقسم الاسم إلى منون وغير منون. فالمنون ما لحق آخره التنوين وهو نون ساكنة تحذف خطأ خطا وتثبت لفظا في غير الوقف. وتثبت عندكم بالفتح بسير يعني هو الأصل البناء للمعلوم إلا إذا اضطرينا يعني أصل أن نبني للمعلوم. نعم. وتثبت أثبتها يثبت تثبت. نعم. وتثبت لفظا في غير الوقف كياك رجل. كمل. وغير المنون ما لم يلحق آخره التنوين كالرجل وقد يسمى التنوين صرفا. كافي لأنه فيك عندنا كلام جديد. انتوا علينا بداية خلينا نعرف التنوين. التنوين يعرفها العلماء على أنها نون ساكنة. التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. يعني لما بقول أنا زي دون دون لاحظ ما أنا ماذا لفظت؟ نون. نون. قلم أنا تلفظت زيدا أيضا تلفظت بالنون. زيد نون. فهي نون ساكنة التنوين تعريفه نون ساكنة لأنه حديثنا الآن على المنون وغير المنون. نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا في غير الوقف في حالة الوقف وحصرا في وقف النصب صار عندنا في التجويد العوض ألم نجعل الأرض مهادا وإذا أدغمناها مهادا لكن عندما نقف على مهادا نقف بالمد ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا دا لاحظ في حالة الوقف تنوين النصب أما تنوين الرفع أو تنوين هي أول الفكرة الأولى تنوين الكسر مهاد أقول مهاد مهاد أقول مهاد أما مهادا إذا وقفت عليه أقول مهادا وهو ما نعرفه في التجويد بوقف مد العوض هو مد في حالة الوقف عوض عن فتحتين في حالة الوصل. طيب إذا أدركنا من هذا الكلام أن التنوين يلحق الأسماء. طيب قال لك ينقسم الاسم إلى منون وإلى غير منون. نحن مر معنا أن الاسم ينقسم إلى معرب وإلى مبني. فالمبني لا يلحقه التنوين. هذا أولا. المعرب قد يلحقه التنوين وقد لا يلحقه التنوين. يعني إذا المسألة الأولى المبني لا يلحقه التنوين. جاء ذلك. ما بقول جاء ذا جاء الذي جاء
شايف؟ هذا مبني، جاء هؤلاء، هذا مبني على الكسر. إذا قالت حزامي فصدقوها، حزامي مبنية على الكسر، فالمبني لا يلحقه التنوين. خلصنا من هذه المسألة. المعرب، قال المعرب قد يلحقه التنوين وقد لا يلحقه التنوين. إذا لحقه التنوين فهو متمكن أمكن، هيك بيقولوا متمكن في الإسمية، وأمكن يعني منون، يعني مثل زيد، مثل رجل، مثل قائد، مثل محمد، مثل محمود، مثل ضياء، وليد، كل هذه الأسماء لحقها التنوين، هو معرب، هو معرب. ما طيب ما هو تعريف المعرب حتى نضبط؟ طيب ما هو تعريف المبني؟ المبني هو الذي لا يتغير. ركزوا معي الله يرضى عليكم، أنا ما عم بحكي بحالي. المبني هو الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. صدقني لو ما بحبك وبرد لك الخير ما بدي لك تليفون. قلت لك الدرس فيكم وبلاكم قائم، بس أنا بدي أكون المبني هو الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. هؤلاء كلمة مبنية على الكسر. جاء هؤلاء، رأيت. طيب جاء هؤلاء، هؤلاء فاعل مرفوع مبني، هذا مبني على الكسر، لا يظهر عليه الرفع. فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة التي لا تظهر على آخره بسبب البناء. طيب رأيت هؤلاء منصوب، أيضا لا تظهر الفتحة بسبب البناء. مررت بهؤلاء مجرور على فكرة أنا الدرس اللي حاطيكم إياه يوم اللي حيكون كله تطبيقات، يعني حاعتمد، ما حاعتمد على النظري، حاعتمد على التطبيق ومنه إلى النظري إن شاء الله تعالى. إن شاء الله هيك. مررت بهؤلاء، الباء حرف جر، هؤلاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة التي لا تظهر. أنا عم بشرح كلمة لا تظهر، ما بيعرفوا هيك، لا تظهر على آخره بسبب البناء. واضح هذا الكلام؟ إذن المبني هو الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. جاء عامل ويؤثر على معموله بالرفع. خليني أقول زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، رأيت أيضا عامل، أثر على معموله بالنصب. الباء حرف جر تؤثر على معمولها بالجر. مررت بزيد، مو مررت هي العامل، الباء اللي دخلت على الاسم هي العامل. مررت بزيد، إذا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. هذا معرب لكن يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. أما هؤلاء مبني لا يتغير آخره، مهما قلبت في هؤلاء فستبقى هؤلاء، وأنت تقدر الحركة تقديرا. واضح؟ إذن الاسم يقسم إلى معرب، والاسم منه معرب ومبني، هيك قال ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشرف، لشبه من الحروف مدني كالشبه. على فكرة هدول من أصعب، هذا من أصعب الدروس، يعني كالشبه المعنى، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا إلى آخره. يعني هن بدهم يقولوا ليش نحن أخي اعتبرناه مبني، فعم يقول لك هو يشبه الحرف في شيء من الأشياء فبني. فاخترعوا من العرب كلها ما بتعرف هذا الكلام، ولا سيأتي معنا بعض الأشياء القريبة من هذا. واضح؟ إذن المبني لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. طيب المعرب يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. الآن المعرب يقسم إلى قسمين. المعرب يقسم إلى القسم الأول ينون، جاء زيد، جاء محمد، جاء محمود، رأيت زيدا، رأيت محمودا، رأيت عمرا، وإلى آخره. مررت بزيد، مررت، لاحظ آخر عم يتغير، تغيرت العامل تغير المعمول، لكن غير المنون قال يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة ولا ينون. مثلا عمر، جاء عمر
بالرفع ما في عندنا مشكله. والتنوين لا يكون، لا صح ان تقول جاء عمر، الان سياتي معنا ما الذي لا ينون، لكن انا اتي الان بمثال واحد، جاء عمر لا يصح ان تقول جاء عمر، بينما صح ان تقول جاء محمد. محمد معرب متمكن امكن، متمكن يعني في الاسميه، وامكن يعني ينون، هيك عبارته، متمكن امكن. المعرب قسمان، متمكن امكن ومتمكن غير امكن. المتمكن الامكن الذي يعرب وينون، المتمكن غير الامكن يعرب لكن لا ينون. جاء عمر لا يصع ان تقول عمر اعدل ولا رايت عمر، لاحظ كمان لا يصح ان اقول رايت عمرا. هلا بالجر يجر بالفتحه عوض عن كسره، مررت بعمر، وعلى وزن عمر كما سياتي معنا زفر مضر ومضر. يعني هلا هي هي اللي بدنا نحكي فيها، هذا المعدول به. العرب ما بتعرف شو هذا معدول، بتعرف انه عمر وما كان على وزنها لا ينون. واضح هذا الكلام؟ اذا نحن بدنا يعني ننتبه لهالمساله. هذا تقسيم الاسم. الاسم شو هو الاسم؟ مو الفعل. الاسم الفعل الذي يدل على القيام بالفعل. الاسم محمد، احمد، محمود، خالد، جدار، طاوله، يعني الاسماء بالملايين لا تعد ولا تحصى. ما نون، ما بني لا ينون، والذي يبنى معناه لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. والكلمات قليلة يعني مو كثيرة، يعني مثل هؤلاء ينالتنك، مثل الذي، أسماء الإشارة كلها لا تنون، أسماء الموصول الموصولة كلها لا تنون. نعم بحكي على الأسماء مو أحرف. قلت لي أحرف الجر. أنا أتكلم الآن، قال تقسيم الاسم، اذا انا لا اتكلم عن الحروف. الحروف طبعا كلها مبنيه، لشبه من الحروف مدني مقرب، يعني يقربه من الحروف. الحروف كلها مبنيه، لكن انا اتكلم عن الاسماء. قال ينقسم الاسم الى منون وغير منون، فالمنون ما لحق اخره التنوين. محمد انا وياه نفس الاسم، شايف؟ وهو نون، حرفنا التنوين، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا بالخط ما بنكتبها. وغير المنون ما لم يلحق آخره التنوين كالرجل. التنوين نسميه صرفا، التنوين نسميه صرفا، وغير التنوين نسميه عدم الصرف. فلذلك عندنا الآن سندخل على بحث اسمه الممنوع من الصرف. ما معنى الممنوع من الصرف؟ يعني الممنوع من التنوين. وضحي؟ نعم. الممنوع من الصرف يعني الممنوع هو معرب، يعني ما معنى معرب؟ يعني يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. طيب بس لأشوف في شيء. طيب طيب الآن ما هي الكلمات التي تمنع من الصرف في اللغة العربية؟ أنا عندي ثلاث أشياء، إما علم مع علة أخرى، صفة، وإما صفة مع علة أخرى، وإما وزن يقوم مقام علتين. يعني هو بده يقرب لنا إياها. دخلكم العرب كانوا بيعرفوا هذا الحكي؟ بالله عليك يا محمد بيعرفوا هذا الحكي؟ والله كل هذا الحكي ما بيعرفوا. العرب عملي مثل يعني شو بدي اقول لك، التركي اللي نشا على اللغه التركيه هيك بيقولوا، مثل ما بيحكي امه وابوه مجتمعه هو بيحكي، ومثل منه العربي. فالقضيه قضيه تلقي طبعا. لكن لما وضعوا القواعد، الله يجزي طبعا ما منعنا، نحن بنستهزئ فيهم دير بالك، لا نسخر منهم. الجماعة بدهم يقربوا للأعاجم، نحن صرنا أعاجم العرب. لما أرادوا أن يقربوا إلى الأعاجم اللغة العربية وضعوا لها قواعد، في قواعد ظهرت، في قواعد ما لها ظاهرة.
يعني لما قالوا الضم للرفع والنصب للمنصوب فحطوا منصوبات وحطوا مرفوعات وحطوا كل الأمور ظاهرة، بس في أشياء ما لها ظاهرة، فراحوا حطوا لها يعني قعدوا لها قواعد والله العرب ما سمعت فيها بحياتها، مشان يقربوا لك يا هلا بنشوف بيطلع معنا كلام هلا ان شاء الله. معلش، علما مع علة اخرى وصفة العلمية مع علة اخرى وصفة نفس الشيء والوصفية مع علة اخرى هلا ستأتي والوزن مقام علتين صيغة تغني عن علتين، هذول ثلاث اشياء، هذه الاشياء الثلاثة تمنع من الصرف. ما معنى تمنع من الصرف؟ تنوين، يعني تمنع من التنوين. اقرأ شيخ وليد. ويمتنع العلم من الصرف إذا كان أولا مؤنثا. إذا علمية والتأنيث، لاحظ معي هيك بدنا نحفظها عشان ما نخربط، بدنا نقرأ كلمة كلمة بنضيع. العلمية هذا علم أساس، وأيضا التأنيث انتبهنا. أنا زوجتي اسمها ماجدة، بدي أقول اسم أمك لحالي هلا بتروح تستحي. أنا زوجتي اسمها ماجدة، فماجدة علم، اسم شخص علم، تبانا. وأيضا التأنيث عليها بآخرتها التأنيث تاء مربوطة، حتى لو ما في تاء مربوطة هي مؤنثة، لذلك المؤنث قسموه إلى أقسام، المؤنث حقيقي، مؤنث معنوي، مؤنث لفظي. المؤنث الحقيقي يلي هو بدل على الأنثى وآخره تاء مربوطة، المؤنث الحقيقي، أو بالأصح قالوا كل ما يلد، كل ما يلد أو يبيض، كل ما يلد أو يبيض. يعني مثلا لما بقول فاطمة، فاطمة امرأة، أو كلمة امرأة حتى تلد. لما بقول دجاجة تبيض. فكل ما يلد أو يبيض فهذا مؤنث حقيقي. إيش عم تضحك ابني؟ والله عم نعلم. كل ما يلد أو يبيض هذا مؤنث حقيقي. هلا المؤنث اللفظي ما كما كان علما على مذكر لكن اخره تاء مربوطه. طلحه، حمزه، وينو حمزه؟ مالو ما حضر الدرس. طلحه، حمزه، عقبه، اسامه، اسامه بن زيد، عقبه. فهذه اسماء هي علم على مذكر، ففي علمية عندنا. طبعا هذا بحث ثاني على فكرة يعني، بس أنا مشان أعطيكم فكرة. وأيضا تنتهي بتاء المربوطة، هذا اسمه مؤنث فيعتبر يؤخذ به، نقول العلمية والتأنيث. في عندي مؤنث اسمه مؤنث مجازي. ما هو المؤنث المجازي؟ سعاد. ما أطلق، لا لا هذاك معنى، لا في ذا ما أطلق على الجمادات، الجمادات شمس، ورقة، سواء كان آخره تاء مربوطة أو لم يكن. شمس نعامله معاملة المؤنث مجازا، هكذا لأن العرب هكذا عاملها. ليش نحن بنعاملها؟ لأن اللغة العربية أربابها أهلها هكذا عاملوها. ورقة، صحيفة، شمس، عين، دار، العين والدار، فهذا اسمه مؤنث مجازي. إذا نعود، رجع أقرأ لنا. قال ويمتنع العلم من الصرف إذا كان أولا مؤنثا كفاطمة وآمنة وحمزة وطلحة وزينب وسعاد. شو قال الشيخ وليد؟ كفاطمة، نحن قلنا الذي لا ينون، الذي لا يصرف يعني لا ينون، لأنه المصروف هو المنون، عدم الصرف عدم التنوين، يعني يجر لا ينون ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. فكا مثل، هي الكاف بمعنى مثل، مضاف ومضاف إليه، مثل فاطمة، ما قال مثل فاطمتي لأنه يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، ومثل آمنة، ومثل حمزة، حمزة مؤنث لفظي، ومثل زينب، زينب مؤنث معنوي. طب أنا ما في تاء مربوطة لكن هو يعني علم على مؤنث. ومثل سعاد، طيب لكن إذا كان ثلاثي، كان الاسم هون في عنا شغلة بدنا ننتبه له.
إذا كان الاسم المؤنث اللي هو علم ثلاثي مثل إيش؟ ساكن الوسط. جيد. دعت. سحر. جيد. كل سحر. واحد قال سحر يا ابني سحر سحر سحر. لماذا؟ أنا خالتي كان اسمها سحر. الله يخلي لي إياها. فقلت لها كنت إلا سحر اللي ما جابت لها انتحر يعني كثر ما حبتي فيها. مدري كم ولد راح لها بالسوى والله في إخواننا. المهم فدعد وهند خلاص بكفونا دعد وهند قال يجوز الوجه يعني يجوز أن تقول مثل دعدة ومثل دعدين بالمثال اللي كان عم يذكره الشيخ ويجوز أن تقول مثل هندة ومثل هندين تبانا طيب إذن الحالة الأولى نحن قلنا في عندي ثلاث حالات للمنع من الصرف ثلاث أو بالأصح مثلت حالات ثلاثة عناوين العنوان الأول العلمية وعلة أخرى العنوان الثاني الوصفية وعلة أخرى العنوان الثالث صيغة تغني عن علتين فإذا نحن الآن في أي شيء نتكلم في العلمية قال علم ومؤنث فلأنه علم فهمنا فاطمة وآمنة وحمزة وزينب وسعاد كل هذه أعلام وهند ودعد وسحر كل هاي أعلام وأيضا مؤنثة فلأنه اجتمعت العلمية والتأنيث أنا لا أنونها واحد ولا أجرها بالكسرة وإنما أجرها بالفتحة عوضا عن الكسرة وضحت ابني؟ بالعرب سيدين العرباء لأنه اسم من الصرف لأنه ممنوع من الصرف يعني مثلا أنا بقول مررت أو ذهبت إلى فاطمة اسم مجرور بالفتحة إلى حرف جر فاطمة اسم مجرور بألا وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف إذا بدي فصل له للأستاذ بقول له للعلمية والتأنيث هاي بالمدارس ما يطلبوا أنت يعني انتبهت علي أنا الآن عم بشرح لك مشان الفكرة تكون واضحة طيب ما زلنا تحت العنوان الأول العلمية العلة الثانية ثانياً أو أعجمياً كإدريس وبطليموس وإسحاق ويعقوب وبطليموس هو أعجمي ليش على إحنا هلا ممكن يقولوه بس أنا ضابطها عندي بطليموس تبعنا اما شو بيقولوها هن اما انا ضابطها هي بالروم هي بطليموس ادريانوس ادريانوس كل اسم اعجمي ما بدها بايدن عشان ما تروح لبعيد كم رئيس امريكا ادركته بايدن وترامب قبل منه وكلينتون وجون كندي كل اسم اعجمي كان هندي إن كان أمريكي إن كان بريطاني تشرشل هتلر ألماني وتشرشل كان رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية فكل هذه الأسماء شو هي لح أضيف لك فائدة أكثر من هيك كل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة فزوها أولهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهود وشعيب إبراهيم صالح دا إبراهيم وصالح صالح. إبراهيم أعجمي وإسماعيل أعجمي إيل يا جماعة في اللغة العبرية تعني الله إسماعيل اسمع يا الله إسماعيل اسمع يا الله كلمة إسرائيل تعني صفي الله شو نحن بنقول عبد الله أو بنقول رجل صالح يعني تعني إسرائيل إسراء وإيل طبعا هي كلمة أعجمية لكن لنبي من أنبياء الله هو سيدنا يعقوب عليه السلام فنحن ما لنا علاقة بدولة إسرائيل هم يتمسحون بسيدنا يعقوب ولا علاقة لهم بيعقوب فإسراء بمعنى صفي إيل الله صفي الله روح الله عبد الله هي ثلاث معاني لكلمة إسرائيل فكل أسماء الأنبياء خليها بالا كل أسماء غير العرب أعجمية عندك مليارات معناتها مو هيك مليارات عندك
كل شيء أعجمي، إن كان هندي وإن كان ألماني وإن كان بريطاني وإن كان بلجيكي وإن كان فرنسي، يعني مثلا ماكرون أعجمي، تقول ذهبت إلى ماكرونة وليس إلى ماكروني، مررت بماكرونة. إن أحلى انتصرت على ماكرون، بدك تكملها على ماكرونة وليس على ماكروني، ولا تقول على ماكرون، هذا اسم أعجمي، تشيرشيل، هتلر، قلت لك ذكرت لك. فإذا صار عندنا قاعدة، كل أسماء الأعجمية إذا كانت علما، هلا في اسم جدار مثل عنا، في اسم جدار، في اسم أرض، لا أنا أتكلم عن الأعلام، اسم مرأة أو رجل، إذا كانت علما فهذه ممنوعة من الصرف لسببين. ما هي؟ يعني ممنوعة من الصرف، شو معناتها يا محمد؟ يعني ممنوعة من التنوين، ويعني إذا جررناها نجرها بفتحة. جيد، عوضا عن كسرة. يا عيني، هذا البيئة. ما كانت راحت عليك هالمعلومة؟ شو هو العلم؟ العلم هو تراكم مسائل لكن بشكل منتظم. هلا الفيسبوك بيعلمك بس بشكل فوضوي وعشوائي، ما بيجعل منك عالم. إذا واحد متمكن بعلمه بيجعل منه مثقف، بيستفيد. أما بيضيع الواحد إذا ما كان. فالشاهد كل الأسماء الأعجمية، كل أسماء الأجانب أعجمية إذا كانت أعلاما، فللعلمية والعجمة ممنوع من الصرف. وأسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وهود وصالح. هلا قد تقرأوا بكتاب من كتب اللغة العربية، أنا مشان يعني هيك مشان الأمانة العلمية، قد تقرؤون كتابا من كتب اللغة العربية فيقول لك لا، وحتى الشيخ طه الدرة هون ذاكر هالكلام، ذاكر جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا ستة مو أربعة، ومجموعة في قولك صن شملة، فأضاف إلها نوح ولوط. هذه مسألة مختلف فيها. أنا أذكر لك ما قاله ابن هشام في قطر الندى وفي شذور الذهب، أظن في الشذور، المهم بوجود اثنين، ابن هشام اللي هو إمام من أئمة اللغة العربية، يعني يقولون ابن خلدون يقول ما زلنا ونحن في المغرب نسمع أنه خرج رجل في المشرق عالم في العربية بهالمعنى لا يشق له غبار. فابن هشام إمام من أئمة اللغة العربية، فابن هشام رجح أن نوح ولوط اسمان أعجميان. لكن يجوز، هلا بجوز بالقراءات بجوز بالكذا، تشوف يجوز فيهما مثل دعد وهند، لأنه اسم ثلاثي وأوسطه ساكن، يجوز فيه الوجهان. قراءتنا منون النوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا. إيه أنا قلت لك ما أنا مختلفين بهالناحية، يجوز فيه الوجهان. ليش؟ لأنه نوح اسم ثلاثي، نوح نون واو وحاء، والوسط حرف الوسط ساكن، الأوسط ساكن، فيجوز الوجهان مثل دعد ومثل هند. يعني يجوز أن تقول مررت بهند ومررت بهند، بهند للعلمية والتأنيث، وبهند لأنه اسم ثلاثي أوسط. روحت عليك. النوع الثاني قال إذا علم أعجمي، أعجمي مثل إيش؟ قال مثل إدريس، اسم إدريس على فكرة أعجمي. إن لهم فائدة، كل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وهود وصالح، الباقي أعجمي. إضافة إلى نوح اثنين مختلفين. إيه بس نحن يعني الأصل إني أقول لك الراجح، بس لأنه الشيخ هون ذاكرهم كاتب لكن يجب التنوين في الثلاثي الساكن الوسط كنوح وشوس وهود، وشيس وهود، هون بعمل لابد صار من التوضيح. أنا لما بدرس أول مرة ما بجي بذكر هذا الخلاف. طيب افتح هلا. قال لا، إذن العلمية وعلة أخرى، العلمية والتأنيث يمنع من الصرف مثل فاطمة وأمينة وحمزة وزينب وسعاد،
وأيضا للعالمية والعجمة. نحن قلنا كل شيء غير عربي اسم أعجمي، ترامب وبايدن وماي ماكرون ومانجيلا، شو اسمها هي مانجيلا، ميركل هي الألمانية، كل شيء اسم أعجمي، هندي، ألماني، فرنسي، ماكرون الرئيس الفرنسي، كله هذا يعتبر أعجمي. مع وعلم على اسم على صاحبه صار للعالمية والعجمة، ممنوع من الصرف. وقلنا هتلر، أسماء الملائكة كلها أعجمية، كمان نسيت لكم أسماء الملائكة كلها أعجمية، أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة اللي ذكرت لكم ياهم، وأسماء غير العرب كلها أعجمية، يعني كلها تمنع من الصرف إذا بدك تحكي باللغة العربية. طيب النوع الثالث، تفضل. احنا يكفينا اسم الله عز وجل ورسوله. تفضل. ثالثا، او مركبا مسجيا كحضرموت وبخت نص بخت نصر ومع بخت نصر مضمومة يعني بخت نصر ومعدي يكرب وبعلبك معدي كرب معدي ياء ساكنة معدي كرب معدي كرب معدي كرب نعم. هلا هذا شلون وبعلبك، نحن قال المركب التركيب المزجي، شو التركيب المزجي؟ أتيت بكلمتين فجعلتهما كلمة واحدة، بعلبك أصل بعل وبك كلمتين، حضر موت أصل حضر موت، مدينة حضر موت اللي موجودة في اليمن أصل حضر موت، شاب قرناها واحدة شاب قرناها شاب قرناها أم صار اسمها شاب قرناها سموها شاب الظاهر يعني شعره كله هيك شاب صار أبيض أم قالوا يعني مع الأيام صارت هي أصلا فعل وفاعل شاب قرناها فصارت تألفت من فعل وفاعل بخت نصر بخت نصر بخت ونصر هي أصلا اسم كلمة شو اسمه بخت نصر هذا القائد ال شو اسمه أكادي أظن المهم حضرة موت معدي كرب وبعلبك وما إلى ذلك. طيب هدول شو نعمل فيهم؟ إذا اسم اجتمع من اسمين كمان نفس الشيء بنقول للعالمية والتركيب المزجي مزجناهم. يعني هن كم كلمة هدول؟ لا تفوتوا بالحيل، شغلتهم بسيطة كلهم كم كلمة، حضرة موت وبعلبك وشاب قرناها وبخت نصر أو بخت نصر، يعني كلهم كم كلمة احفظوهم هدول. بقول قرأت لبخت نصر أو قرأت عن بخت نصر، ما بقول عن بخت نصرين، بخت نصر هذا اللي حكم العراق. يلا قال أو قالوا أو مزيدا فيه ألف ونون كعثمان ورضوان وسلمان وعمران ورمضان وشعبان كما ورمضان كله هاي من الرمض من الرمضاء مو هيك قالوا لا لا. فكل كلمة أصل فيها زائد يعني أصل الفعل بدون ألف ونون والاسم زدنا فيه ألف ونون من عثمان من عسمة شو بقول عسم البعير إذا انجبر كسره يعني كسرت رجله بعدين عسم انجبر الكسر واضع عسم العظم المكسور كما أنا قرأت له عثمان فرخ الأفعى في وأيضا تطلق على فرخ الأفعى تطلق على يعني هذا أنا عم بنقول لك كلام القاموس قال في القاموس المحيط هي عم بنقول لك ياها عسم العظم المكسور انجبر على غير استواء انجبر على غير استواء أي عثمان من الفعل الثلاثي عسم عسما يعني من العسم لما سمينا عثمان الألف والنون هي اللي بآخر عثمان زائدة عرفت ليش قلت لك شعبان ورمضان طيب وفيه أن العثمان فرخ الحبارة أو الحبارة
وفرخ الثعبان والحية أو فرخها، وأبو عثمان الحية شخص، وتسمى بعثمان 20 صحابية. يعني مو بسيدنا عثمان بن عفان، أعطيتك فائدة. وتسمى بعثمان، هذا كلام القاموس المحيط وكلامي. طيب وهلأ عثمان كمان احفظهم هدول، مثل بخت ونصر وباع لبك وكذا، ورضوان وسلمان وعمران ورمضان وشعبان عدنان وقحطان، وكل شيء زاد في ألف ونون. قال شو بنقول عنه؟ ممنوع من الصر. مررت بقبر عثمان، سيدنا عثمان قبره على امتداد قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، على امتداد القبرين. مررت بقبر عثمان، ما أقول عثمانين، يمنوع من الصرف. ليه؟ للوجود الألف والنون الزائدتين. واضح؟ طيب تفضل. خامسا أو موازنا للفعل، يعني موازنا للفعل هي عبارة الأصل النحاة، يعني هون الكتاب استخدموا موازنا للفعل، أما كل الكتب تستخدم على وزن الفعل. يعني مثلا أنت بتقول يزيد، يزيد يزيد ابن معاوية، ويزيد ابن معاوية يزيد علم، صارت لما سميت فيها إنسان وهو على وزن فعل، يزيد يزيد في الخلق ما يشاء، الله قال يزيد في الخلق ما يشاء، فيزيد كلمة هي فعل، لكن لما جعلتها علما وجاءت على وزن الفعل صارت ممنوعة من الصرف. ما بصير يقول يزيد ابن معاوية، لا معاوية بصير أنا أصرفها ولا يزيد بصير أصرفها. مين بيقول لي ليش معاوية ما بصير أصرفها؟ اسم عادي. إذا معاوية بن أبي سفيان حز عن منك، التاء المربوطة هاي العلمية والتأنيث والله مو صعبة. لا زعل مني، لا زعل، أنا بحرك الجو يعني، لا تنصدم روح الله يرضى عليك. معاوية ما قلنا فاطمة وقلنا حطلحة وقلنا أسامة وقلنا مو هيك؟ هلا حكينا عنه جدو؟ مؤنث غير حقيقي. نعم؟ مؤنث غير حقيقي. مؤنث لفظي هذا بسموه. مؤنث لفظي، واضح هذا الكلام؟ فلما بقول يزيد، يزيد ممنوعة من الصرف لأنه هي علم اسم على شخص، ما أن العلمية وشغلة ثانية، وعلى وزن الفعل. أحمد، كلمة أحمد على وزن الفعل، غير محمد. محمد مو على وزن، ما في فعل اسمه محمد، أما أحمد الله تعالى، مو هيك قال أحمد الله شو بالشعر؟ صليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، بالألفية أحمد الله، أحمد الله على ألفية، أحمد الله، فجاء بالفعل ولم يأتي بالاسم، أحمد الله على الإجابة. ذكرني فيها الله يرضى عليك. أنا مقاصد النحوي بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. كنت مرة بمعرض الأسد بالشام، فعم يعني عم شوف الشروح الألفية، ففي شرح مساوينه بإيران للألفية، فشو قال هو؟ فائقة ألفية ابن معطي. فشو كاتبين؟ انظروا إلى هذا الغرور، أعاذنا الله منه ومن أصحابه، اخرب بيت شيطانك، هذا الإمام مالك، كمل البيت فائقة، وهو بسبق، بعدين قال وهو بسبق عن ابن معطي، معطي ساوى ألفية قبل الإمام مالك، أم الله كتب الخير لألفية ابن مالك، وهو بسبق فحائز تفضيلا، أنا فضله علي، مستوجب سنائي الجميلة جميلة، والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. لك ترك الكلام هذا كله اللي عم يمدعوا فيه، قال شوف الغرور ربي، بطلت اشتري الكتاب، لو في خير، لو تعبانين عليه، لو ما والله ولا اشتريته، نأز قلبي من كلمة انظروا إلى هذا الغرور. واحد بيقول عن الإمام مالك مغرور، استغفر الله. السيوط استخدمها، بس إذا أساءوا لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هينفوت منهم الإمام مالك. طيب
عيد بقى عد العبارة العالمية وشو كمان وزن الفعل أو على وزن الفعل كأحمد ويعلى ويزيد وتغلب وتدمر. يزيد تغلب تغلب أنت تغلب لو بدك تسويها فعل أنت تغلب أنت يا مصطفى أنت تغلب من ينافسك دائما هاي سويتها فعل. إذا لما قلت لك اللي أنا من قبيلة تغلبة في قبيلة عربية اسمها تغلب فتغلب علم على القبيلة وعلى وزن الفعل فللعلمية ووزن الفعل صار ممنوعا من الصرف. إذا قلت لي أنا من قبيلة تغلبة ما بصير تقول لي أنا من قبيلة تغلبي أو من قبيلة تغلبين واضح؟ طيب وأيضا اسمة افعل وأيضا اصبع كمان كل هذا بيدخل وأيضا كلمة تدمر يعني كمان بتدخل. بس كاتب لنا يعني حاكي لنا الشيخ كريم هناك من جعلها ممنوعة من الصرف للتدمر للعلمية والعجمة في مين قال هي أعجمية تدمر فقال للعلمية والعجمة. طيب أنا بدي أسألكم سؤال خليكم في فائدة أعطانا يا شيخ خالد كمان إحنا ما عندنا شيء أنا عبد الله شو الزلمة فاضي شو عقبولي بهالخرج أنا خرج شو عقبولي مشايخي أنا بجيبكم دمشق وحلب وحمص هل غير الحسكة الحسكة عالمية تأنيس ممنوعة من الصرف لكن دمشق اللي ما فيه بآخرها تاء تأنيس وحلب وحمص مثلا كل هالأسماء اللي هيك هل أمنعها من الصرف أم أصرفها يعني هل أقول ذهبت إلى دمشق أو إلى دمشق دمشق فتح القاف شو رأيك شيخ وليد خليك أنت مرجح اختلف العلماء على بحلب بحلب موازي للفعل بس دمشق حلب الشهب هي أصلها حلبة فعل حلب حلب الشهباء البقر حلبة فهي موازي أنا ما أجت ببالي والله فعل ما لا هي حلب الشهباء يا سيدنا قيل إنه سيدنا إبراهيم إذا على وزن إذا اعتبرت على وزن الفعل لا بس أنا طيب خلينا على دمشق مشان أنا بدي شغلة تانية أصل إلها يعني بدي أوصل لكم فائدة دمشق هل تصرف هل أقول ذهبت إلى دمشق أم أقول ذهبت إلى دمشق دمشق قال يجوز الوجهان. طيب لماذا يجوز الوجهان يا محمد خوجة قال إذا نظرت إلى البقعة على أن دمشق بقعة فللعلمية والتأنيث وإذا نظرت إلى المكان المكان مذكر فأصرفه وبطلع حلب وبطلع حمص واضح؟ يعني أنا عندي اسم مكان هذا الاسم إذا نظرت إلى البقعة البقعة على أنه بقعة فهذه البقعة مؤنثة فأصرفه فأمنعها من الصرف. إذا نظرت إلى أنها مكان دمشق فمكان عبارة عن مذكر فإذا تصرف البقعة إيش المقصود فيها بالضبط البقعة الجماد يعني أنا أقول دمشق دمشق ما هي مكان إذا قدرتها على أنها بقعة صار في تأنيث بالأخير فقط لفظ فقط فقط قدرتها تقديرا وإذا قدرت على أنها مكان تصرف مرت بدمشق هي علم لكن إذا قدرتها على أنها بقعة صرفتها بقعة منعتها من الصرف وإذا قدرتها على أنها من فوائد الشيخ خالد الجباوي عليه من الله شبيب الرحمة ورضوان كمل ابني. سادسا أو معدولا به عن لفظ آخر كعمر وزفر وزحل وقزح يعني هي اللي قلت لكم العرب ولا ما خطرت ببالها ولا أجت ببالها هلا هني وجدوا لكل العالمية وزن آخر وعلة أخرى يعني الحالة الأولى قالوا علم وتأنيث فاطمة علم ومؤنث فتمنع من الصرف الثانية قالوا علم وأعجم مثل إسحاق مثل يعقوب مثل بايدن مثل ترامب مثل ماكرون مثل بطليموس طيب مثل هتلر مثل تشرشل علم وعجمة فممنوع من الصرف
الثالث قالوا علم ومركب مسجد للعلمية والتركيب المسجد مثل حضرة موت مثل بعلبك. بعلبك مدينة على فكرة بلبنان يعني جنوب فلسطين شمال لبنان. طيب قال للعلمية وزيادة ألف لونون مثل عثمان مثل رمضان مثل شعبان مثل سلمان مثل رضوان مثل عمران. قال عالمية وزن الفعل مثل أحمد مثل يزيد مثل تغلب. طيب هاي الأخرانية ما لأولى قاعدة ما لأولى قاعدة يحطوا لها. قالوا فهني بقى مشان يقربوها للطالب شو قالوا؟ قالوا هذه معدول بها عن زافر عمر أصلها عامر. العرب ما ولا خطر ببال العرب هذا الكلام بس يقدم لك اياه على شكل قاعدة. وزفر على شكل معدول بها عن زفر زافر وزحل زاحل وقزح قازح فمعدول بها عن تلك فلأنه عدل بها منعت منها. العلمية والعدل والعدول وضحي؟ يعني هذه الكلمات لو عدت أنت إلى لغة العرب والله ولا عربي بيعرف هذا الكلام. لكن جزاهم الله خيرا نحن لا نسخر منهم حاشا بس نحن نوضح أن العرب يعني كانت تتلقى اللغة العربية بالسليقة. شغلنا دي في المرة شخي ما كان هي كان يكتبوها ما كان على وزن فعل. إيه فعل يعني ما كان معدولا على القاعدة. لا هي مو معدول هم قالوا هي معدول بها ولذلك كانت. لا أقول لك شو القصة. القصة أن العرب تستخدم كلمة عمر وزفر وزحل وقزح وأخر فعدة من أيام أخر وأخر معي أنتو لا تستخدمها إلا ممنوعة من الصرف. طيب هن بدهم يطالعوا لها قاعدة مثل ما طالعوا للبقية فقالوا لابد أنه معدول بها عن عامر وعدول بها عن زافر. زفر على فكرة يعني الثالث في تلاميذ أبي حنيفة. أبو حنيفة له ثلاث تلاميذ محمد بن محمد حسن. أو أبو يوسف أولا ومحمد ثانيا وزفر ثالثا. وعلى فكرة في نكتة هون لكم إياها على سبيل النكتة يعني نقلت لنا من بعض المشايخ الحنفية. قال إمام أبو حنيفة كان قصيرا وأبو يوسف و محمد كانا طويلين فلما يمشي الإمام أبو حنيفة في منتصفهما يعني يصير مثل اللنا. يعني شلون أنت لما بتكتب لنا هيك تطلع فيها سن وبعدين تطلع ألف تاني. فقاموا قالوا له نحن بك مثل لنا فقال وأنتما من دوني لا سلام ألف وأنتما من دوني لا. فحتى ما يصير عندهم غرور احيانا الطالب يتعلم وبصير ان صاروا علماء كبار حتى ما يصير عندهم غرور قال وانتما فهي على الدعابه وهي على سبيل التربيه ايضا وانتما من دوني لا. سؤال شكرا. نعم سيدي. اذا اجتمع مثلا عده امور على سبيل المثال في مثلا بريفان اسم بريفان هو اول شيء بريفان بريفان بي بي. أول شغلة هي مؤنث، ثاني شيء هي عجمي، وثاني شيء آخرها ألف ونون، وثاني شيء هي مركب. هلا خذ أنت يكفيك علتان العلمية وشيء آخر. هلا يريفان مثلا عاصمة أرمينيا هي معلمي عجمية وعلم خلاص تخلص. آخرها ألف ونون. الألف ونون ما بنعرف وين بدها تكون لغة عربية حتى تكون زائدة، هذه ما بتدخل عنا. ألف ونون حتى نرجع في الاشتقاق في اللغة العربية. هي لا تصح إلا في كلمات اللغة العربية بيكفي تنتي. أما إذا اجتمع أكثر من وحدة يعني علمية وعجمة. هلا إبراهيم على فكرة أعجمي لما أعجمي وإسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي لما مو أعجمي ما قلنا كل أنبياء كل أسماء الأنبياء أعجمي. إسماعيل اسمع يا الله إيل الله بتعبري على فكرة أنا مسوي فيها دراسة هي ما لها علاقة مشايخ فيها هي من قراءتي يعني يعني إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم وأخوه إسحاق
لكن كل منهما من زوجة، هذا من سارة، وهذا من هاجر، إسحاق من سارة، إسماعيل من هاجر، هاجر من هاجر، وهاجر هي خادمة سارة. لما ما اجا هؤلاء قالت خذ خادمتي لعل الله ان يرزقك ولدا، فرزقه اسماعيل ثم رزقه اسحاق، فصار في غيره. فالله جعل سارة تسكن، لكن امرأة صالحة، يعني ما دخلنا باليهود، لكن اليهود جيروها لهم، تسكن في فلسطين، وهاجر تسكن في جزيرة العرب، في مكة. زمزم حديث طويل في البخاري. طيب الآن انتهينا من العالمية وعلة أخرى، الآن عندنا الوصفية وعلة أخرى. تفضل شيخ وليد. قال: والصفة أولا إذا كانت على وزن فعلان كعطشان وريان وجوعان وشبعان. وجوعان كله على وزن فعلان، جوعان وجوعان، جوعان كله على وزن فعلان، وشبعان. نعم، على أنه موصوف عالمي. صفة على وزن وشبعان فعلان. إذا كانت هلأ الوصفية، الوصفية وعلة أخرى، يعني هي وصف، وصف مو علام. العلم الاسم مثل محمد، أما وصف أصف به إنسان، فأقول فلان رجل عطشان، يكون عطشان كثير، هذا وصف رجل عطشان، أصف به الرجل بأنه عطشان. فإذا الوصفية وعلة أخرى. قال فعلان على ومؤنثه فعلا، هيك الشر، فعلان ومؤنثه فعلا. انت ندمانك حضرت الدرس؟ ندمان. ندمك؟ لا، فرحان هذا. كل الكلمات اللي هي فعلان مؤنثها فعلا الا 14 كلمه ذكرهم تحت، ويعني ما في غير كلمتين تحفظون، الباقي ما بيمروا معكم بحياتكم. يعني ما في غير موتان وندمان ونصران، هذول الثلاث كلمات اللي ممكن يمروا معكم. يعني موتان مو مؤنثها موتى، مؤنثها موتانا، ونصران مؤنثه نصرانا، بس يعني أليان، حبلان، خمصان، ما حد ما حيمروا معكم يعني، بس نحن من باب ال كل كلمة في على وزن فعلان مؤنثها إلا 14 كلمة ذكرهم الشيخ طه الدرة في الحاشية جزاه الله خيرا. طيب تفضل ابني. ثانيا أو على وزن أفعل كأفضل وأحسن وأكثر وأقل وأصغر وأكبر. لا. أفضل، أنا بقول مثلا محمد أفضل من مصطفى، ومصطفى أفضل من محمود، انتبهنا، ومحمود أطول من علي، يعني فكل ما كان هذا الوصف على وزن أفعل، أطول، أقصر، أصغر، أقصر، كل هذا على وزن أفعل. وصف هاي الوصفية وعلى وزن أفعال خالصين، ممنوع من الصرف. ما أقول محمد أفضل من مصطفى، أقول أفضل. هاي التمييز. قالوا أو كان على أو معدولا بها عن لفظ آخر كمثنى وثلاثة وأخر ورباع. مثل لا ما دخل، مثنى وثلاثة ورباع كمان تضبط. مثنى معدول بها، هي أصل آلة لما رب العالمين قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني اثنين اثنين، تنتين تنتين، وثلاث هي معدول فيها عن تنتين، معدول فيها عن لفظ، وثلاث معدول بها عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة. نعم. يعني أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة أربعة. فهذه الألفاظ معدولة عن ألفاظ العدد المكررة. قاله ابن هشام، أنا بنسب دائما هذا الكلام ذكره ابن هشام. طيب هلا في عندي صيغة تكفي عن علتين، وانت اذا جاءتك هذه الصيغه وتعرفوها انت بالصيغه على فكره، يعني
هذه الصيغة تمنع من الصرف مجرد أن رأيتها، ما بتدور على علة تانية. تفضل شيخ. والاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة كحبلة وحسناء. ألف التأنيث المقصورة حبلة أو الممدودة حسناء. حسناء نعم. أو الذي على صيغة منتهى الجموع كدراهم ودنانير. دراهم بتلم منها كنائس، بتلم منها مساجد، بتلم منها طوابع، بتلم منها مساكن، بتلم منها مهاجع، صوامع، تبانا. فكل هاي يعني صيغة منتهى الجموع، إما أن يأتي بعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. دنانير. دنانير كدراهم ودنانير، يعني مثلا مفاتيح. يعني ألف التكسير شو يعني ألف التكسير محمد؟ شو يعني ألف التكسير؟ يعني أنا في عندي جمع مذكر سالم محمد، حط واو ونون محمدون بالرفع، أو محمدين يا ونون بالجيم. أما لما هذا ما غيرت فيه، ما كسرت الكلمة، كسرت شيء؟ محمد خليتها في مايو، حطيت واو ونون، محمود محمودون، واضح؟ أما جمع التكسير بكسر بالكلمة، يعني مسجد ما خليتها، ما قلت مسجدون، قلت مساجد، غيرت كسرت بتركيب الكلمة. هذا بنسميه الذي لا يبقى على بزيادة ألف واو ونون أو ياء ونون، شو بنقوله؟ أو جمع مؤنث سالم ألف وتاء مزيدتين مسلمة مسلمات، شو بنقوله؟ جمع تكسير. بعد ألف التكسير حرفان، مسجد مساجد يا جماعة صعبة، صومعة صوامع، مهجع مهاجع، كنيسة كنائس، كل هاي جمع تكسير بعد ألف التكسير حرفان. هلا شو بقول بقى؟ مررت بمساجد كثيرة، ما بقول بمساجدين ولا بكسرها ولا بجرها بالكسر، أجرها بالفتحة عوضان عن الكسر. عن وضحين هاي معناتها بعد ألف التكسير، عرفت شوي ألف التكسير؟ إن شاء الله ربي يكسر ديات الجولان الذي أراق دماء المسلمين. نعم يلا خلص شيخ، خلصنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.